تشكيلية بعملية مكناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد رئيس مجلس عمالة الناس، سيد نائب رئيس مجلس جامعة الهياط، زميل ديالي سي نجيب، الزملاء يعني فعاليات المجتمع المدني اللي حضر معنا هنايا، أيها الحضور الكريم، حقيقة الأمر لا يسرني إلا أن أتقدم بشكر جزيل للأخت وفاء رئيسة جمعية المرأة القروية الضفدع بن هيا ومن خلالها إلى جميع عضوات وأعضاء المكتب الأمسية يعني الجمعية على هذه الدعوة الكريمة للحضور على كل فعاليات انطلاق هذا الورش اللي كيجيب إطار يعني تبعية برنامج الفرص على صعيد عام. بالنسبة ما غاديش نعاود الشيء اللي كان السيد رئيس المجلس مشكورا أعطاكم توضيحات كافية حول هذا البرنامج، ولكن لا بد من الإشارة على تنقل هذا الورش هذا ذات الورش ديال يعني هذا تطوير المهارات النسائية لدى المرأة والطفل، وهو في الحقيقة اللي غادي نشوفوه في يعني الشمولية ديالو غادي يبان لي أنا من أحسن الأوراش اللي ممكن صارت عليهم من الجنة الإقليمية ديال هاد الأوراش في الصعيد العام لتنكناس. لماذا؟ فهذا البرنامج بالإضافة أنه غادي يسمح كما جاب كلمة السيد الرئيس لواحد الفئة من النساء المضطرات من الجريحة. أنا قلت البارح الكلمة ديال الإخوان ديال جمعية تسمية التضامن والتسمية، فجاء الجائحة أخوات كلهم قدامات مقترات مراكز ديال التربية والتكوين، سواء كانوا تابعين المبادرة الوطنية أو تابعين التعاون الوطني أو باقي القطاعات الحكومية الأخرى، فجات كوميت دائما. وأنا كنعرف جيدا أن هاد المقترات المصدر ديال الدخل ديالهم هو داك المساهمات اللي تجي من عند الرائدات، يعني المراكز ديال هاد التربية والتكوين. ما بقاوش الرائدات، ما بقاش الضرر، يعني ما بقى والو، ياك يا شريف. فحقيقة الأمر خصنا نشكروا الجمعيات حاملة على الشرع، جمعية المرأة القروية والضيف، جمعية التضامن والتنمية، وكاين واحد الجمعية أخرى كذلك في مكناس، ولكن التفكير الجماعي ديال الإخوان في اللجنة برئاسة ديال مجلس العمالة والتواجد ديال مختلف المكونات هاد اللجنة الإقليمية كانت التفاتة، وكان بكل تواضع زعما تنقول أنا ماشي كان تنقول زعما أنا كنت مول الفكرة، ولكن أنا كنعيش هاد الحالة مع هاد المؤطرات، وتوصلت بالشكايات من هاد المؤطرات اللي كانوا في هاد المراكز ديال التربية والتكوين، وكانوا مقترح نعبروا به، وكان الإجماع ديال جميع أعضاء اللجنة باش أننا ما غنكتفوش فقط بالمؤطرات ديال هذه الجمعيات حاملة المشروع، ولكن غنضموا لهم جميع المؤطرات فتيات ونساء اللي كيشتغلوا في جميع مراكز التربية والتكوين ديال عملتها. والحمد لله كانت إجابة، وهذا العدد المهم ديال كنشكروا السيد الرئيس بابيك سي الرئيس معنا، ولو حنا كنت ليس فقتينا لنا كما قلت أن هذا النظرة الشمولية وكهذا الجانب ديال أننا واحد النساء متضررات من الجائحة، هذا كيدخل في صلب يعني العناصر ديال الانتقاء ديال هاد المستفيدات والمستفيدين من هذا البرنامج. هذه وحدة، ولكن كذلك فإذا كان هذا البرنامج أوراش جاء بتوجيهات ملكية سامية للحكومة من أجل إعداد واحد البرنامج للخروج أو لتمكين الاقتصاد الوطني لتخطي الآثار السلبية للجائحة، فإنها كان واحد البرنامج حكومي آخر هو التمكين الاقتصادي للنساء، واللي عين الأسبوع المصاري مسيرة الوزيرة بدأت كتعلن على المنصات، يعني افتتاح المنصات من أجل تشجيل النساء من أجل الاستفادة في هذا البرنامج ديال تمكين الاقتصاد للنساء. هو كذلك برنامج طموح كيجي باش العمل ديالكم يكون أساسي من أجل تمكين النساء والفتيات رائدات هاد المراكز التربية والتكوين باش يكتسبوا حرفة اللي تأهلهم أنه يكونوا هما حاملات مشاريع. ومنين تنقولوا على يكونوا حاملات مشاريع، يمكن لكم تخيلوا معايا
العدد الهام ديال الاسر وديال الاشخاص اللي غادي يستافدوا يعني من العائدات ديال هذه المشاريع اللي غتكون محموله من الفريق. فنظره شموليه غادي تبين لنا انها لورش اكيد جميع الاورش عندها واحد الوقع ايجابي حيت انها غادي تسمح بصرف واحد المبالغ ماليه هامه كما جاء في كلمه السيد الرئيس واللي غادي تمكن هاد الاسر باش انهم يحسنوا على الاقل ولو مؤقتا هاد الدخل ديالهم اللي ممكن ان شاء الله اللي غيكون بادره خير على اساس انهم يلقاو فرصه شغل اخرى الى غير ذلك من اجل دمج النشاط السكني. ولكن العمل ديالكم عمل مهم ماشي مؤقت حتى وان كان هذا البرنامج هو مؤقت غيساعدكم في هاد الاربع شهور ولكن انتم العمل ديالكم راه دائم يعني غنرجعوا للنمط ديالنا ولكن العمل ديالكم دائم لان ما تتوقفوش على التكوين ما كتوقفوش على الدعم للنساء المستفيدات من الخدمات ديالكم. فباسم الاخوان الحاضرين كامل معنا يعني كنشكركم كذلك على التجاوب ديالكم معكم وانا كنطلبكم حاجه واحده هو الانخراط الايجابي في البرنامج. اكيد نتوما كتشتغلوا كتاثروا غادي تخلصوا ولكن اللي مطلوب منكم هو انكم تكون عندكم هذا الوعي ديال المساهمه في الجوده ديال التاطير لان هذه الجوده هي اللي غادي تسمح لذاك النساء اللي تيجيو يستافدوا معكم سواء في الخياطه سواء في الطرز سواء في الطبخ سواء في الحلويات سواء في التدبير المنزلي سواء في جميع الورشات اللي هي مفتوحه على مستوى هذه المراكز ديال التربيه والتكوين انهم بالفضل ديالكم بفضل الله سبحانه وتعالى انهم يتمكنوا من واحد الحرفه اللي تاهلهم انهم يندمجوا في النشاط الاقتصادي. سمحوا لي اذا طولت عليكم شكرا السيد الرئيس شكرا. اولا كنعتذر بزاف بالنيابه عن المشاركه ديالكم ممثلين الوكاله ديال تشغيل الكفاءات وصندوق الضمان الاجتماعي اعتذروا الحضور وعاونونا بزاف الحقيقه في هذا الملف ديال التشغيل ديال الاورش والدليل ها هو بين يديك ها هو هادو لي كارت ديال سينيسيس ديالكم جميعا ان شاء الله غادي توسعوا لكم دابا بعد خطواتنا غادي نوسعوا لكم ونطمئن لكم ان شاء الله بان الجمعيه غتقاور لكم وغتواكلكم في هذه العمليه هذه والغرض هو الحقيقه ماشي ربع شهور ديال التشغيل ولكن لانسيرسيون يعني في عالم الشغل يعني من بعد ان شاء الله مع مؤسسات اخرى وممكن اللي غيتنازلوا حتى في الجمعيه هنايا ونتمنوا من الله الخير ونشكروا جميع الحضور. لا انا عندي واحد الكلمه اخيره عفوا لا لان صراحه الا كان هذا البرنامج منطلق لان كاين واحد الجنود خفاء منهم هذا الرجل هذا انا طلبت كاين صراحه واحد الموظفه معايا في القسم مريم كاين اخوان ديال الوكاله الوطني لعشق الكفاءات كاين اخوان ديال سنس راه ناكد لكم على اساس واحد العمل مضني راه باش توصلوا يوقعوا العقود العمل باش يوصلوا يذكروا هاد الاخوات كاملين واحد العمل مضني الله سبحانه وتعالى يجعلهم في الميزان المقبول ديالهم. انا نيابه على السيد الرئيس هو حقيقه هما صحيحين المشروع ولكن واحد العمل المنمور هذا الشيء الاطر مجلس العمل على راس السيناجي واحد الموظفه معايا مشكوره ما نهضرش بوي عليها الا حنايا ولكن كاين واحد الخليه ما كتوقفش بحيث انه باش يوصلوا يوجدوا هذا الشيء هذه هي النتيجه شنو هذه المرحله اللي وصلنا لها هي النتيجه ولكن مو داك الشيء ارى التسميه ارى لاكارت ارى البحوث سبت القايد سبت هذه هذا الشيء ما قلناهش كامل ولكن من مر هذا الشيء كامل هاد الاخوان فباسم السيد الرئيس انا كنشكرهم باسم السيد العام كذلك كنشكرهم على المجهودات القيمه اللي تيقوموا بها ولولاهم ما كانش وصلوا لهذه القضيه وداروا دليل السيد الرئيس واحد المعطى قالوا لي السيد دلانطيك البارح دلسانس البارح مكناس الوحيده حاله واحده ديال التعثر تقني غيحلوا هذا الشهر حاله واحده مع على الصعيد الوطني واحد المستخدم واحد هذا مشكل تقني اللي ما تخلصش غادي يتخلص هذا الشهر. اما النساء جد مرتفعه على باقي العمالات والاقاليم فاذا كان شي حاجه من مر هذا الشيء فهاد الاخوان شكرا جزيلا لك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر
قيادة المهية كذلك، دار الملك المهية كل شيء دارتو. كل شيء دارتو في هذا المشروع هذا، هو يعني بزاف ديال جهود الخفاء كيتقالوا. وبهذا ينتهي اللقاء ديالنا إن شاء الله في يومنا هذا المبارك السعيد، وغنتقى انطلاقا هذا البرنامج. Thank you.